ما ينفعش ابدا نتجاوز مباراه امبارح. الحقيقه مباراه كرة القدم مع فلامينجو اللي اتلعبت امبارح في على المركز الثالث والرابع في كأس العالم. هنتكلم عن الدروس المستفادة. خلينا نتكلم عن حاجة حاجة، ودي طبعا دي صور من المباراة، ومش هتكلم عن فنيات لأن طبعا زي ما اتعودنا الفنيات الكباتن الكبار يعني مصر الكبار في القناه اتكلموا في كل فنيات صغيره وكبيره، فخلاص الفنيات تمام. انا هتكلم عن دروس كبيره جدا مستفاده ل يعني الفريق وللنادي بشكل عام. اول حاجه، انت كنت محتاج تقيس نفسك. كنت محتاج بطوله فيها هذا الكم من اللاعبين والفرق الكبيره، محتاج تقيس نفسك ومحتاج تشوف انت فين، ومفيش بطوله احسن ولا اكبر ولا اشرس من دي تقيس نفسك فيها. خليني اقول لكم ان انت في افريقيا احنا الحمد لله رب العالمين اكتر فريق حاصل بطوله افريقيا، واحنا الفريق رقم واحد. حتى لو اللقب بعد عنك سنه او اتنين فانت رقم واحد في افريقيا، وكل العالم يشهد بذلك. حتى في البطوله دي بالرغم ان انت مش بطل افريقيا، ولكن انت وصلت. بطل افريقيا كان النادي الوداد، ولكن الوداد طلع من مباراته مع الهلال، واحنا كملنا قبل النهائي، وكنا قاب قوسين او ادنى ناخد ميداليه، وكنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نوصل فاينل. وطبعا كل الكلام ده اتقال واتشرح بالتفصيل، وازاي كان فنيا كنا برضو اقرب. ولكن انت كنت محتاج تقيس نفسك، محتاج تشوف انت فين. انت النهارده النادي الاهلي بيتكلم على مستوى او ليفل عالي. الحاجه الثانيه، التحول الكبير اللي حصل في هذه البطوله. يمكن كنا زمان انا واحد من الجمهور كنت ببقى فرحان جدا بالميداليه البرونزيه، ولكن النهارده جمهور النادي الاهلي كله واحنا اولهم عنده طموح. ليه لا النادي الاهلي ما ياخدش بطوله العالم؟ ليه ما ياخدهاش؟ يعني يعني الزعل والغيره على فرقتك في يوم ماتش ريال مدريد ده يدل ان في تحول في فكر الجمهور وتحول فكر كل شيء. انت النهارده كنت ند مع الفرق الكبيره، وانت قيمه يعني الفرق حتى اللي انت كسبتها واللي انت خسرت منها هم قيمه التسويقيه بتاعتهم اعلى منك. اعلى منك مش عشان يعني لا، عشان هم بيلعبوا يا اما في اوروبا يا اما في قارات فيها موارد يمكن اكتر شويه من افريقيا. فانت لعبت مع فرق وكسبتها سواء سياتل ساوندرز او فريق اوكلاند سيتي الفرقتين، وتخش بعد كده على ريال مدريد وبعد كده فلامينجو. الفرق دي كلها قيمه تسويقيه عاليه. فانت النهارده لما تبقى ند مع ريال مدريد اغلب فترات المباراه، ونفس الكلام مع فلامينجو، وطبعا فنيات احنا مش هنخش فيها وايه كان سبب اللي حصل ده، ولكن احنا بنتكلم على ان انت كنت ند بند وكل الناس شايفه ده، ومش هنقول احنا بعينينا، احنا هنقول بكلام الصحف العالميه بعد ماتش ريال مدريد وبعد ماتش فلامينجو. ما كانش ابدا فسحه، واكبر دليل فرحه اللاعبين بعد احراز الاهداف في النادي الاهلي لاعبين الفرق الثانيه. فاللي عايز اقوله انه الاستفاده الكبيره انت قست نفسك. قست نفسك، والاستفاده الثانيه انت في تحول كبير من اهدافك. البطوله الوحيده اللي بتهيألي النادي الاهلي لعب فيها وما خدهاش هي بطوله كاس العالم، وليك حق مشروع ان انت تكسب، وليك حق مشروع ان انت تفكر تاخدها. ممكن تاخدها بعد سنه، تاخدها بعد اثنين، المهم تشتغل عليها وتقيس انت فين. افريقيا احنا هنرجع عندنا ماتش مهم جدا مع الهلال بره ارضنا. اللعيبه هتوصل النهارده الساعه 11 بالليل، عندنا مباراه الهلال. ولا خلاص لو هنتكلم على فنيات بقى وهنتكلم على كلام صح، لا صوت يعلو فوق صوت الهلال. انت بتلعب فرقه قويه جدا بره ملعبك في بدايه مشوارك الافريقي، فاذا انت محتاج ان انت تركز فيها كويس جدا. صفحه واتقفلت بطوله العالم، صفحه واتقفلت بحلوها بمرها، صفحه واتقفلت. انت عندك بطوله جايه ان شاء الله يوم السبت، مهم جدا دعم الفريق، مهم جدا دعم اللاعبين معنويا ودعم اللعيبه بكل شيء عشان نقدر نحقق اللقب الافريقي ان شاء الله اللي احنا نستحقه بالشكل اللي احنا شفناه ده، بالمستوى اللي احنا لعبنا بيه ده ان شاء الله نستحقه. في بعض الامور الفنيه صدقوني اكيد المسؤولين عن الفريق وفي الاداره وعلى راسهم طبعا كابتن محمود الخطيب اكيد لو شايفين حاجه من غير ما تفكر هتلاقي في يعني شغل على كل حاجه بتنقص النادي الاهلي. ولكن المهم عندنا هي بطوله افريقيا، محتاجين نطلع من المجموعه ونتاهل بدري ان شاء الله. فمباراتنا اللي جايه مع الهلال مهمه جدا جدا، هتلعب في السودان، مهم جدا ان احنا نرجع ان شاء الله كسبانين من هناك عشان نريح نفسنا. وخلي بالكم بعد المستوى اللي قدمه النادي الاهلي هيبقى كل افريقيا هتنزل قدامك واقفه على ضوافرها زي ما بيقولوا. في ليه؟ لانه بيلعب قدام رابع عالم وادى اداء. اوعى تفتكر ان انت بس اللي بتتفرج على الماتشات دي، لا افريقيا كلها اتفرجت عليها، كل افريقيا بكل فرقه اتفرجوا على الماتشات دي. فالنادي الاهلي النهارده هيبقى كل الفرق نازله تتفرج او نازله تلعب بتفرج عليه، وحافظت الفرقه
خلي بالكوا برضو دي حته مهمه جدا، مستر كولر وهو بيقود الفرقه عنده امر مهم، صدقوني قياده فريق غير تشجيعه. وحط دي يعني معلش مهم جدا يعني نفهم ده، انا بشجع الفريق من منظور، انما اللي بيقود الفريق فنيا ده منظور تاني خالص. فانت النهارده هتلاعب فرق في افريقيا عرفوا مين شريف وعرفوا مين كهربا وعرفوا مين الشحات وعرفوا مين خالد وعرفوا مين السولية وديانج وعرفوا كل واحد، وفي احنا في فرق ما شفناهاش من السنه اللي فاتت، يعني الهلال اخر مره شفناه السنه اللي فاتت ما نعرفش مستواه راح فين. فانت بتلاعب فرقه النهارده اول مره تشوفها من سنه، انما النادي الاهلي هم شايفينك من يعني امبارح. فانت النهارده مستر كولر قياده فريق، انت عمال تبدل وتوفق بين اللعيبه عشان تبقى فرقه غير مقروءه، فرقه ما انتش ما يبقاش معروف مين مفتاحها. فقياده فريق فنيا غير بقى اداره الفريق كمان من وجهه تاني بقى، انت بتقوده فنيا واللعيب لعيب، الاداره ليها منظور تاني. خلي بالكوا النادي الاهلي الاداره نفسها ليها منظور، ليها منظور تسويقي، ليها منظور دعم، شركه الكوره كابتن عادل القيعي، كل واحد بيبص للفرقه من منظور وبيحط دوره وبيقوم بدوره. أنا كمشجع أدعم وأقف وأفرح وأزعل وأنتقد وأقول عادي، أنا مشجع، إنما كل واحد في الفرقة تجربة كأس العالم دي صدقوني يا جماعة الفاليو اللي خدناها أو القيمة اللي كسبناها من ورا كأس العالم كبيرة جدا، كبيرة جدا، وتستحق إن إحنا يعني نحمد ربنا إن ربنا كتبها لنا في بداية الموسم إن إحنا نروح بطولة زي دي، لأن فعلا كنا محتاجينها وفعلا كنا محتاجين نقيس نفسنا. وزي ما كل واحد قاس نفسه اللعيبة برضو قاست نفسها، كل لعيب هو اللعيب في النادي الأهلي عايز يفضل في موجود مكانه، فهو هتلاقيه بيعاتب نفسه أو بيلوم نفسه أو بيطور نفسه أكتر أو قبل ما أي حد يكلمه، لأنه عايز يفضل ليه مكان في الفريق، فهو هيحاسب نفسه قبل أي حد ما يحاسبه. تجربة بكل المقاييس ناجحة، عايز تقيسها من أي مقياس ناجحة بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة لما النادي الأهلي يروح ويبقى البراند بتاع النادي الأهلي بقى معروف في كل حتة في العالم، أفريقيا كورة الأهلي كده، أفريقيا كورة النادي الأهلي خلاص، أنت الناس على مستوى العالم كله اتحفر في دماغها كده، اللي بيجي من أفريقيا لو لقوا في يوم أفريقيا ما جاش منها النادي الأهلي هيتسألوا هو فين الأهلي، صدقني ده بيحصل، هو فين النادي الأهلي، هو ما جاش ليه. فهتلاقي بعد الشر ان شاء الله ربنا يكرمنا نفضل نروح على طول. بس انا قصدي اقول لك ان يوم ما النادي الاهلي اصبح براند ومش كلامنا، انت بتشوف دلوقتي الماتش التالت والرابع امبارح الملعب مليان، ماتش التالت والرابع مع فلامينجو اشقاء المغاربه مليين، وجمهور فلامينجو طبعا اللي جه ولكن وجمهور النادي الاهلي كان موجود، بس الملعب مليان. يعني قصدي اقول لك ان الناس جايه قطعت تذكره وجايه تتفرج على النادي الاهلي وبيلعب فلامينجو. فبكل المقاييس دي تجربه ناجحه، افخر بالنادي بتاعك، افخر بيه، افخر بالانجازات والنجاحات اللي بيحققها النادي، حتى لو انت شايف ان في اخفاق ولكن صدقني في نجاحات كبيره ورا ده. انت شايف ممكن واحد يقول لك لا ده اخفاق يا عم انا كنت عايز اخد كاس العالم، انت شايف كده، انت من جمهور النادي الاهلي وشايف ان ده انت حقك، طموحك حقك، ولكن ما شوف دايما النجاحات الكبيره اللي اتحققت، النجاحات اللي اكتسبها النادي الاهلي. طبعا مش عايز اتكلم على المكسب المادي كمان، النادي الاهلي هيجي له 2 مليون دولار، يعني انا بتكلم وده رسمي، انا الموضوع المادي ده موضوع مفروغ منه، انما انا بتكلم على المكاسب الكبيره اللي اكتسبها النادي الاهلي. صدقوني يا جماعه والله دي مدعاه للفخر، النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يا رب يكمل مشواره في افريقيا وناخد اللقب الافريقي السنه دي، ده عندنا هيبقى بالدنيا، هيبقى ان شاء الله يبقى موسم ناجح. والدوري بفضل الله، بفضل الله حتى الان احنا اول الدوري وماشيين كويس، وان شاء الله يعني البشائر باينه باذن الله نكمل زي ما احنا ونوصل الموسم ده، يبقى ان شاء الله موسم جيد جدا للنادي الاهلي.